ازيك يا ست بدريه؟ الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك يا انا جايب لك بقى هديه من مصر الخير. تعالي نشوفها سوا. ماشي. خدي افتحي انت كده شوفي الهديه دي فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحي. افتحي بتاعتك بقى خلاص. طيب يا حلاوه ان شاء الله يخليك. ايه ده؟ شال. طب شوفي كده حلو كده. لا ده جميل. عقبال ما تروحي الحجه الكبيره وتجيب لي مصر الخير بقى بعتينه لك كده تلفيه وانت رايحه تصلي بقى على كتافك. وانا رايحه اصلي ده انا بروح في توك توك. هو انت يعني في توك توك ما تلبسيش الشال؟ لا. ايه رايك في اللون؟ عسل جميل لونه حلو وجمال لد عليه والله. لون زهري كده لبني. لا لبني لا فراني. شكل فراني. شكل فراني. اول ما بتعرفي بقى ان هو يقول لك الرؤيه بانت وصبح رمضان. بتعملي ايه؟ بنعمل بقى قرصتين للسحور وبنجيب فرخه محشره رز ومحشره قلقاس في الفرخه ونزوفها في الفرن. يعني اول ما يقولوا ان رمضان بكره تقومي تعملي قلقاس؟ بنعمل العلاقه حته لانشو وجبنه بتاع مؤخذه بتاع بهايم دي اللي بنصحها. بتدمسي فول ولا بتشتريه جاهز؟ لا بندمسه. بتدمسيه ازاي بقى؟ بنبله وليله رمضان نعلق عليه لاجل بيبقى مبلول بيستوي بالعجل وبالليل على ما الرؤيه تبان او معلقه عليه. تخبزي ايه بقى؟ نعمل بقى رغيفين سماسي. سماسي اللي هو الضغنن ده نعملهم على طاره الغربال ونقوم جاي خبزينهم في الفرن. تقوم في كيس تاني طريين. كيلو اللحمه بكام دلوقتي؟ من 120 جنيه. كده غالي صح؟ لا لا غالي. احنا بنجيب الفرخه ما بنجيبش اللحم. الفرخه بتقف عليك ايه بكام؟ عليا ب 55 ب 60. انما اضحك عليك وهجص لما اقول لك اشتري كيلو لحم او نص كيلو. انا هسيبك وارجع لك تاني يومين كده ارجع اسلم عليكي وندردش مع بعض. تيجي تشرف يا روح قلبي. مع عيلة أستاذ بسيوني بسيوني. وأنا لما بقول أستاذ بسيوني بسيوني أنا مش بهزر ولا بقلش عشان ده طلع اسمه بجد. بسيوني بسيوني ده حقيقي فعلا؟ حقيقي فعلا بطاقة بسيوني بسيوني الخطيب. كانوا فين هو وقت الفيلم أنت إيه استعانوا بيك ولا إيه؟ وأول ما اتشهرت بقى والناس بدأت تعرف الاسم بقى أول ما عملوا الفيلم فعلا بدأت. باشا تلميذ بقى أنت الباشا بقى. دايما بيطلع يعني حاجات جنايني. ليه بس بقى خلاص بعد الفيلم بقى الحمد لله انت زي الفل والله يا باشا على طول يا استاذ بسيوني. الله يخليك يا باشا. استاذ بسيوني بتشتغل ايه بقى في الاخر؟ انا فاتح مكتبه ان شاء الله. عرفني بقى بالاسره الكريمه واحنا هنتعرف عليهم حد حد. ابله امل اختي الكبيره واحمد. لا شكلها مش الكبيره والنبي شكلك انت الاكبر. ما ينفعش واحد يقول على واحد يقول الكبيرة. يعني بس في المقام مش كبيرة. ايوه كده اظبط اعدل بقى اعدل. ماشي يا عم احمد بالظبط كده. ازي حضرتك؟ الله يخليك. عامله ايه؟ لا الحمد لله. اكبر منه ب 17 سنه او حاجه. يا لهوي. انا اللي حلوه كده. قمر والله قمر والله. الله يخليك. الله يخليك. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. تدرس ايه يا احمد؟ اهلا الاستاذ محمد. كله زي الفل. انت جاي من اوكرانيا كده كنت معدي كده قمت نازل عندنا شويه. اعمل ايه في اوكرانيا يا محمد؟ بدرس هندسه بترول. يعني الواحد لما بيخرج من بلد لبلد اكيد اختلاف الثقافات بيلاحظ ان في كل بلد حاجه حلوه. تجربه جديده بس فادتني عن عاده القهوه هنا الصراحه. كنت لا مفيش سرقه مفيش نصب مفيش تحوير مفيش ترمي حاجه في الشارع. بعد التخرج هترجع هنا ولا ممكن تفكر تشتغل شويه او تكمل بقى هناك شويه؟ هرجع ان شاء الله عادل الشهاده بس اخد كارنيه النقابه وادخل الجيش وبعدين اشوف ممكن اسافر تاني او استقر هنا. استاذ بسيوني قول لي بقى كده يومك الرمضاني بيبقى عامل ازاي بقى؟ لا بنزل الصبح عادي. شغل يوم عادي من اول الساعه 10. وممكن بنصلي كل الصلوات بقى لان بتبقى فرصه ان احنا في رمضان. وبطلع ساعات برضه اصلي المغرب واطلع افطر او اطلع قبل المغرب بحاجه بسيطه. مين اللي بيعمل لك الفطار الحلو بقى؟ مراتي. ايه الفطار الرمضاني اللي من ايديها كده اللي هو هي ممكن تكون مشهوره برضه بالرز بالخلطه. اكل مراتك ولا اختك؟ سيبك من اللي انا بقوله خلينا ندخل بقى في الخناقات. اكل مراتك ولا اختك اللي قاعده جنبي اللي يعني عايز اجابه من كلمه واحده. يبقى اختي بقى. ايوه كده خلاص هي مش موجوده. اتكلم عادي براحتك لما يسمعوا ما يزعلوش برضو. لكن انت فاكر ان الحلقه هتتذاع زي ما انت قلت كده؟ انت ده انا هشيل كلام واقصقص واطلعك اي كلام تاني خالص. براحتك خالص. بتتحداني يعني؟ لا ما نقدرش. قول ما بتحداكش عشان اتلم وما اعملكش. ما نقدرش. تعالي انت بقى يا اللي عماله تدافع وعامله لي مطيبطيه يعني حاجه كده سمباتيك. الحمد لله. واثقه من نفسك قوي. لا ما دي الحقيقه. حقيقة خربت الثقة. عندي ولادي. عندي كابتن خالد والدكتور أحمد. كابتن إيه يعني؟ كابتن إيه بيلعب كورة يعني ولا كابتن في إيه بالظبط؟ كابتن خالد ما هو بيكابتن في إيه؟ ظابط.
ايه الظابط ايه يعني مديريه يعني شكلك انت اللي مش عارف عيالك بيعمل ايه اه مش ثقه لخبطتيني اهو رائد مديريه الامن الغربيه جدع انت لخبطتيني ما شاء الله كلهم شغالين الحمد لله لا ما انتوا ناس فلوسكم كتير ما بتدخلش عندكم بقى الحاجات الارديحي خالص لا لا مش في رمضان ولا غير رمضان وحياتك لا لا ممكن ما شاء الله ده عمارة ايه بسم الله ما شاء الله لا ما بقرش انا بجيب من الاخر والنهارده ايه والله لو كان النهارده ايه بصي انا همشي وهتشوفي الكرامات بعد ما اروح ان شاء الله خير هيجي لنا ان شاء الله ما اقولكيش دول كام كان عندنا كتكوت صغير وكبر كبر 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 طيب قولي لي احلى حاجه في بيتكم هنا بيت العيله الحلو ده في رمضان الله يرحمها الحاجه والدتي كانت بتاكلنا طول شهر رمضان كلنا نتجمع وكلنا ناكل والكل يوم طبخ شكل الحاج مثلا بسوني يعزمنا يوم ممكن انا اعزمه يوم الحاج عليا على طول العزومات عندها في رمضان برضه كنت بتشوف فوازير رمضان زمان وفوازير رمضان بطوطه مين؟ بطوطه بطوطه وشريهان ايوه ونيلي مش فاكره يا بابا كفايه ما انت هتفتكري ايه ولا ايه السن ليه حكمه برضه لا ما خلاص بقى ربنا يديمه عليكم يا رب والمره الجايه نيجي نلاقيكم متخانقين ان شاء الله لا عمرها ما تحصل انا بصي انا اقول بقول ان شاء الله انت مالكيش دعوه بقى ان شاء الله انا بقدم المشيئه انت دي حاجه بتاعتي بتاعتك ايه اللي بتاعتي ايه بتاعتي لا لا. هو انا لما اقول لك ان شاء الله الاقيكم مقطعين بعض المره الجايه لا ان شاء الله ايه قول حاجه مقطعين بعض في الحب يا ابله امل مفيش مشكله بتحبي هيفا احب هيفا بتحبي هيفا ايه هي كلها تكمل اللي ما بيحبش هيفا كلها على بعضها تتحب انا بحب هيفا وكل الناس بتحبها بحب هيفا يا بسيوني لا ما اقدرش اقول الكلام ده عشان مراتي تغضب قول بحبها وهقطعها ما انا اقطعها بنفسي اضمن برضه ايوه اقطعها قبل ما تطلع وبتحب نانسي كمان اه بحب نانسي شوفهم كده بتقبل انت كمان على الحاجه اه من ناحيه بقبل بقبل احنا ستات وبنقبل الله يكون معاكم اللهم لك صمت وعلى رزقك افطر احنا نقوم نفطر يعني لا بس هيفا هتتبسط بكلامك لا بتن اه والله والله بتن ولو شفت اي واحده جميله حتى في الشارع برضه جرى ايه حاجه ما تهدي شويه لا ربنا يبيك الجمال كده كل سنه وانتم طيبين تشرفتنا ونورتنا واحنا سعداء بمجيتك دي ان شاء الله نكون لنا نصيب ونتقابل تاني باذن الله تعملي لي اي الفطار النهارده طيب افطريني ايه افطرك بط ورقاق وجلاش حلو وكل حاجه